بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل معكم طلابنا وطالباتنا في الصف الأول المتوسط مع يونت 1 الوحدة الأولى، ومع الدرس الثاني بعنوان الجرامر. إذا درسنا اليوم بإذن الله راح يكون عن قاعدة بسيطة جدا، وهي استعمال الفيرب بي. تمام، كيف أنا أستعمل الفيرب بي في الجملة؟ الفيرب بي اللي هو الإز والآم والآر. تمام، كيف أنا أستعمل الفيرب بي في الجملة؟ وايضا كيف انا استعمل بوزيسيف ادجكتيفز اللي هي الصفات الملكيه، يعني لما اصف شيء انه ملك لشخص باستعمال ماي يعني لي انا، او يور لك انت او لكم، او هيز او هير يعني له ولها. اذا راح يكون عندنا قاعدتين بسيطه، الفيرب بي اول شيء، ثم ضمير الملكيه او صفه الملكيه ماي يور وهيز وهير. تمام، اذا باذن الله الدرس بسيط جدا. ننتقل في البداية إلى بيج 4 صفحة 4، راح يكون عندنا القاعدة هنا مع التمرين الأول والثاني والثالث، وهنا أيضا تمرين. بالنسبة للبرونسيشن والليسننج لا، هذه تكون في درس آخر. إذا الجرامر تكون عندك القاعدة مع التمارين. تمام، إذا هذا درسنا اليوم. بنبدأ كما ذكرنا بالفيرب بي. الفيرب بي باختصار اللي هو الآم والآر والإز. تمام، بكل اختصار الآم تجي فقط مع آي، يعني آي آم جون، أنا اسمي جون، آي آم علي، آي آم نورا، آي آم خالد. تمام، إذا بالنسبة للآم فقط مع الآي. بالنسبة للإز، خلونا نروح عند الإز، تجي مع اثنين فقط اللي هو الهي والشي، يعني هو أو هي المفرد، أو الغير عاقل اللي هو إت. إت إز، لما أقول إت إز بوك هذا كتاب، إت إز أن أنيمال هذا حيوان، يعني لما أتكلم عن شيء ما هو إنسان. أو هي وشي، يعني هو أو هي، أستعمل معها إز. He is Bill زي هنا، she is Mary، she is Nora، he is خالد. تمام، يبقى عندي الفيرب الأخير اللي هو الآر، يجي مع يو. تمام، يو طبعا هنا ثنتين اللي هو أنت أو أنتم. يو طبعا لها استعمالين، إما في المفرد أنت المخاطب، أو مفرد الجمع أنتم، عفوا أو الجمع أنتم. تمام، وتيجي مع الوي، وي آر نحن، وتيجي مع الذي يعني هم أو هن. إذا باختصار يعني الآر تيجي مع الجمع أو مع يو أنت، والآم مع آي فقط آي آم، والإز مع هي وشي. تمام، لو وضحناها هنا في الجدول أو بشكل مختصر تستعمل. طيب البي متى أستعمل البي؟ لأنه هو جملة بسيطة، الفير بي يستعمل في الجملة البسيطة. إيش معنى جملة بسيطة؟ لما أتكلم عن to express identity، أتكلم عن هوية، يعني أنا أتكلم عن نفسي، آي آم بدر، آي آم خالد، يعني أذكر اسمي أو أعرف باسمي. أو أتكلم عن feelings، مشاعر، مثلا أقول he is happy هو سعيد، she is sad هي حزينة، we are مثلا exciting نحن مندهشون. أو أتحدث عن characteristics يعني أوصف هذا الشخص، يعني قدامي شخص وأصفه، أقول مثلا he is tall هو طويل، أو مثلا she is مثلا cute هي لطيفة، أو they are strong هم أقوياء. إذا تستعمل في الجملة البسيطة. تمام، الفيرب يستعمل في الجملة البسيطة اللي يعني تقريبا نقول ثلاث كلمات، الضمير والفعل بي والصفة، إما أني أتحدث عن هوية أو مشاعر أو صفة شخصية. تمام، إذا هذا هو استعمال الفيرب بي، يعني زي هنا she is my friend، هنا identity أنا عرفت بأنها إيش، هي صديقة she is my friend. أو feelings مشاعر they are happy، ها they are happy هم سعداء، أو I'm ready أنا جاهز، يلا هذه صفة أنا جاهز، I'm ready أنا مستعد. إذا هذا هو استعمال الفيرب يكون في جملة بسيطة جدا. تمام، في الجملة البسيطة. تمام، هنا الفيرب قلنا كيف نصيغ الفيرب، طبعا الفيرب اللي هو am و is و are. تمام، أستعمله مع الضمائر زي ما ذكرنا قبل شوي، ال I يجي معها am فقط، I am أنا، ال he و she يجي معها is، واليو والوي والذي يجي معها ار. اذا اي ام وكمل بعدها الجمله، هي از او شي از واكمل الجمله، اما اني اضع صفه او اسم او شيء، يو ار، وي ار، ذي ار. تمام، اذا هذا هو باختصار الفعل بي. تمام، يستعمل في تكوين الجمله البسيطه. طيب باقي عندي نقطه اللي يسمونها contractions اللي هي اختصار، يعني بدل ما اكتب اي ام اقدر اختصرها الى ام. تمام، كيف اختصر؟ يحذف حرف فقط في الفير بي الحرف الأول، ويوضع مكانه ايش؟ فاصلة، فاصلة علوية طبعا، ما تكون على السطر، تكون فوق السطر. إذا I am. تمام؟ يعني أقول I am أو أقول I am، كلمة واحدة.
he is أو he's. مثلا أقول he is علي، هو علي، أقدر اختصرها بكلمتين he's علي. بدل ما أقول he is علي أقدر أقول he's علي. زي ما قلنا نحذف الحرف الأول من الفعل be سواء الام أو الإز أو الآر وحط مكان الفاصلة. he is صارت he's. she is صارت she's. بدل ما أقول مثلا she is نورا، she is happy، أقول she is نورا، she is happy، يعني تصير كلمة واحدة. تمام، نفس الفكرة، نحذف الحرف الأول نحط مكانه فاصلة. ها it is مثلا بتكلم عن شيء جماد أو حيوان. ها it is a book، هذا كتاب. it is a cat، هذا قطة. لكن لما اختصرها أقول it's a cat. ها it's كلمة واحدة، it's a cat، it's a book. تمام، نفس الفكرة. ها you are صارت your. ها مثلا you are happy، أنت سعيد، نختصرها your happy، كلمتين صارت. ها بنفس الفكرة، أحذف الحرف الأول وحط مكانه إيش الفاصلة العلوية سواء الآم أو الإز أو الآر. ها you are صارت your، they are صارت their، we are صارت we're. ها مثلا نقول we are ready، نحن جاهزون، تصير كلمتين we're ready. ها تمام، إذا هذه فكرة نسميها contractions، ها اختصار contractions for the verb be، اختصار الفعل be، يحذف الحرف الأول ويضع مكانه إيش فاصلة علوية. تمام، إذا هذا الجزء الأول من الدرس. الجزء الثاني اللي عندي صفات الملكية possessive adjectives، my، your، وhis، وher. my يعني لي أنا، your لك أنت أو لكم، وhis له هو، وher لها هي. متى أستعملها؟ لما أتكلم عن شيء وأحدد من اللي يملك هذا الشيء، اسم، كتاب، قلم، أي شيء، سيارة، أي شيء. تمام، وحدد من المالك لهذا الشيء. يعني زي هنا تقول my name is فاطمة. ها my name اسمي، هي تحدد ان اسمها ايش فاطمة. is your name منى. ها is your name، هل اسمك انت. ها your name منى. تمام، his name is john. ها his name يعني اسمه هو ايش جون. his name is george. ها والثاني اسمه ايش جورج. تمام his name. ولو قلنا بنت مثلا نقول her name اسمها مثلا her name is مثلا نورا، her name is فاطمة. تمام، طيب غير name هنا حط بس مثال على name الاسم. غير name لو قلنا مثلا car سيارة. تمام، طبعا لا دقق في الكتابة لاني جالس اكتب بفارة. لو قلنا car، طيب ابغى اقول هذه السيارة لي انا، اقول ايش اقول this is my car. طبعا صفة الملكية تجي قبل الشيء، قبل الاسم، ما تجي بعده. يعني لو قلنا بالعربي هذه سيارتي، ملكية هن ليش اللي هو الياء، تجي بعد الاسم. لكن في الانجليش لا، بالعكس تجي قبل الاسم. إذا نقول this is my car، هذه سيارتي أنا. ولو قلنا مثلا your نقول this is your car، هذه سيارتك أنت. ولو قلنا his له هو نقول this is his car، هذه سيارته. ولو كانت بنت نقول this is her car، هذه سيارتها. تمام، إذا هذه باختصار اللي هي صفات الملكية، لما أتكلم عن شيء وأحدد من اللي يملك هذا الشيء، my أو your أو his أو her. تمام، إن شاء الله تكون واضحة. ها هنا الأمثلة. possessive adjectives are used to indicate the ownership or position، يعني من المالك لهذا الشيء. they are placed before a noun، تجي قبل إيش؟ قبل الاسم. تمام، زي ما ذكرنا قبل شيء تجي قبل الاسم. طيب إيش الضمائر الملكية عندي غير اللي قبل شوي؟ عندي my يعني لي أنا، your لك أنت، his له، وher لها. it's لما أقول نتكلم عن شيء يعني زي ما ذكرنا قبل شيء غير عاقل أو حيوان. تمام، يعني مثلا نقول هذا القط مثلا، نقول مثلا لون ذيله أسود. إذا نقول its tail is black، ها this cat its tail is black، هذا القط لون ذيله إيش أسود. يعني باختصار its ترى نادر استعمالها. تمام، تكون مع الحيوانات او مع الجمادات. فركز لي على my your his وher، هذه اول شيء. our يعني لنا نحن، مثلا نقول هذا صفنا this is our class. تمام، هذه كتبنا these are our books. وthere يعني لهم هم. لما اتكلم عن مجموعه ثانيه اقول مثلا this is their house، هذا منزلهم. these are their books، هذه كتبهم. تمام، فأنت ركزي على صفات الملكية
تعرف المعنى، وانها تجي قبل ايش؟ before the noun، قبل الاسم. تمام، هذا باختصار اللي هي صفات الملكيه. واضح ان شاء الله كل شيء واضح. طيب الان نبدا بالتمارين. let's answer. عندنا كم تمرين كذا. تمام، في نمبر A او في السؤال الاول complete the sentence use the correct form of the verb be، اكمل الفراغات باستعمال ايش؟ الفير بي الصحيح، يعني اما از او ام او ار. طيب مستر البدري از ذا برينسيبال، ها هو ايش؟ المدير، لان نتكلم عن شخص واحد. يعني لو حذفنا الاسم هذا مستر البدري، السيد البدري، لو حذفنا ايش الضمير المناسب بيكون مكانه؟ اي ولا يو ولا هي ولا شي؟ ها نتكلم عن شخص هنا، اذا الضمير المناسب هي، لان نتكلم عن شخص مذكر. اذا هي از ذا برينسيبال، هو المدير. تمام. طيب اي، ها نمبر 2 اي، ايش يجمع اي؟ ها اي ام، ممتاز اي ام. طيب عندي هنا اثنين مات اند بين، فراغ كلاس ميت، ها في حاله الجمع اثنين ثلاثه واكثر ايش نستعمل؟ از ولا ار؟ ها ار، ممتاز. مات اند بين ار كلاس ميت، اذا ار تستعمل برضه في حاله الجمع، لما يكون عندي اكثر من اسم استعمل ار. طيب هنا سؤال، رنا عطوان a teacher، هنا يسأل عن واحدة اسمها رنا عطوان a teacher، هل هي معلمة؟ طيب هنا رنا طبعا شخص واحد، يعني هي ولا شي؟ شي، لأنها مؤنث، شي. تمام، طيب ايش يجي مع شي؟ is ولا am ولا are؟ ها is she، ها يعني is هي teacher، هل هي معلمة؟ تمام. طيب عندي هنا you واضح، ايش نستعمل مع you؟ ها you are my best friend. طيب هنا ها شخصين مستر اند مسز جونسون، ها زوجين السيد والسيده جونسون، فراغ ماريد، ها نفس حركه هنا، نفس نمبر 3، عندي مجموعه هنا الان عندي اثنين، اذا ار. تمام ار، ممتاز. اذا هذا بالنسبه للسؤال الاول. طيب السؤال الثاني complete the sentences with the possessive adjectives، الان بنستعمل صفات الملكيه. طيب ركز على طول على الضمير، ها ركز على طول على الضمير في البدايه. تمام، ركز على الضمير او على الاسم، هنا ما في ضمير، في اسم هنري. طيب نبدا بالاول شيء، يقول لي هي از ا تيتشر. طيب هي از، ايش صفه الملكيه من هي از؟ ها هيز نيم، ها هيز نيم از مستر فرحات. اذا هذا المذكر الاول. طيب اي ام ا ستودنت، ها انا اتكلم عن نفسي الان، اي ايش ضمير الملكيه من اي؟ ماي نيم از عائشه، ها اذا ماي نيم اسمي انا، اي ام ماي نيم. He is his name. ها نفس الشيء هنا، ها he is the director. ها هو المخرج. فراغ name is Mr. Hariri. ها إذا his name، ممتاز. His name is Mr. Hariri. This is Henry. ها نفس الفكرة، عندي هنا اسم واحد. يعني إيش؟ يعني هي ولا شيء؟ هي. ها Henry مذكر. طيب إيش صفة الملكية من هي؟ His last name is Parker. إذا اسمه الأخير إيش؟ Parker. تمام، اذا هي يجي معها هيز، ولو كان في شيء بس ما في هنا، لو اضفنا مثال شيء نستعمل ايش؟ هير، هير نيم او زي كذا. تمام، طيب هنا نمبر 3 complete the conversations، اكمل المحادثات. عندك 1 2 3 4 اربع محادثات. طيب هنا واتس فراغ نيم، انا متاكد الان 50% بيقولون يور، واتس يور نيم، لان حفظناها كذا. طيب بقول لك خطا. ليش خطا؟ لانك انزل للاجابه، الإجابة يقول لي his name، ها is Luke، هنا تجي is لأنه مفرد. طيب his name إيش معنى his name؟ يعني اسمه هو. طيب معنات في السؤال، أنا جالس عن your name أسأل عن اسمك أنت أو عن اسم هذا الشخص اللي هو Luke؟ ها أنا جالس أسأل عن اسم Luke، إذا إيش ضمير ملكية من his؟ أو هنا his ضمير ملكية، ها his، إذا السؤال يكون نفسه What's his name؟ ما اسمه هو؟ أنا ماني جالس أسأل عن اسمك، أقول لك What's your name؟ وتقول لي My name. أنا جالس أسأل عن اسم شخص ثاني. ها. What's his name؟ His name is Luke. ها. اسمه إيش؟ Luke. إذا لا تستعجل في الإجابة، خاصة إذا كان عندك سطرين السؤال، إذا كانت يعني زي المحادثة كذا، محادثة وإجابة. لا تستعجل في الإجابة أبداً، لحد ما تشوف السطر الثاني وتقرأ الإجابة كاملة وتتأكد. هل بيسأل عنك أنت؟ أو عن شخص مذكر، أو عن شخص مذكر مؤنث عفوا، أو بيسأل عن شيء ثاني. تمام، نمبر 2 هذه واضحة. تمام، لا تستعجل في الإجابة لين تتأكد من الضمير الصحيح.
لا تقولي على طول what's your name، لا what's his name، لأني أسأل عن شخص اسمه لوك. تمام؟ طيب هنا محادثة، ها mom this is ريفا، يعني البنت جالسة تكلم أمها، تعرفها بصديقتها ريفا، and this is أسماء، ها والصديقة الثانية أسماء. they فراغ my friends، ها they إيش يجي معها؟ are ولا is ولا am؟ ها are لأنها جمع، they are my friends. طيب nice to meet، واضحة هذه، ها من ابتدائي حفظناها، ها nice to meet you، هذه أخذناها من تقريبا من ثاني ابتدائي أو من أول ابتدائي، nice to meet you. طيب هنا ها نفس فكرة number one، what's فراغ name، ها لا تقول لي your. نكمل السؤال أو كمل الإجابة الجزء الثاني وشوف. her name is Debbie، ها إيش الضمير هنا؟ her her name is Debbie، إذن جالس يسأل عن بنت اسمها إيش؟ Debbie. إذا نفس الضمير what's her name، ما اسمها؟ طيب بعدين قالك شي فراغ my neighbor، ها ايش يجي مع شي؟ is ولا am ولا are؟ ها she is، ممتاز she is my neighbor. طيب welcome to the English class، أهلا بكم في صف اللغة الإنجليزية. فراغ name is Mrs. نادية، ها جالسة تعرف بنفسها بأنها سيدة نادية. إذا ايش تقول هنا؟ على اساس انها هي اللي جالسه تتكلم، اذا بتقول ماي نيم اسمي انا، ها ماي نيم از مسز ناديا. طيب هالو مسز ناديا، ها وهنا واحده ثانيه جالسه تعرف بنفسها، اذا بتقول ايش؟ اي ام ولا يو ار ولا شي از ولا ذي ار؟ ها انا اللي جالسه اتكلم الان، اعرف بنفسي، ها اقول اي ام، ها اي ام ايش؟ ياسمين، ها اللي هي ياسمين، اي ام ياسمين. تمام؟ إذا ركز في السؤال هذا ولا تستعجل، خذ وقتك، تأكد أنك تقرأ الفقرة كاملة عشان تعرف إيش الضمير الصحيح. تمام؟ ولازم تفهم السؤال، هل بيسألك عن الverb be يعني الفعل be، ولا بيسألك عن possessive adjectives صفة الملكية، أو بيكون سؤال مشترك زي كذا يجمعها كلها. تمام؟ فلا تستعجل في الإجابة. هذا بالنسبة للجزء الأول. طيب نروح للسؤال الثاني. عندي الآن يقول لك complete the conversations. Use the phrases in the box. عندي هنا مجموعة محادثات وعندي كلمات هنا وعبارات، نبغى نضع كل عبارة في المكان المناسب. طيب إيش العبارات اللي عندي؟ عندي أول شيء How are you؟ عندي Good morning، Nice to meet you، وعندي See you later، و My name is، و Good evening. تمام؟ طيب نبدأ بالأولى. فراغ روبوت But my friends call me Bob. ها جالس يعرف بنفسه، وهنا قال I am John. اذا لما يعرف الشخص بنفسه ايش يقول؟ ها تمام. طبعا الاجابات هنا عشان الصور صغيره، الاجابات هنا ماي نيم از، اذا نمبر 1 ماي نيم از روبرت، اسمي ايش؟ روبرت. اذا هذه الاولى. طيب في نمبر 2 قال اي ام بدر، فرار اي ام بدر، هاي اي ام جيم. ها جالس يتعرف عليه او يقابله، لما تقابل الشخص ايش تقول اول شيء؟ ها نايس، نايس تو ميت يو، ها نايس تو ميت يو اي ام بدر، سعيد بلقائك وتعرف بنفسك. طيب نروح لنمبر 3. ها هنا ايش قال؟ قال باي تيك كير. طيب هل هذه تحيه او وداع؟ ها وداع، جالس يودع، ها باي تيك كير. طيب هنا دقيقه، حلينا نايس تو ميت يو، فاين نايس تو ميت يو، هذه نايس تو ميت يو، حلينا في تو. اذا باقي عندي هاو ار يو، سي يو ليتر، وجود مورنينج، وجود ايفنينج. طيب في حاله الوداع ها سي يو ليتر، اذا هذه نمبر 3، ها جالس يودع زميله. تمام؟ طيب هنا نفس الفكرة Good evening Mike، ها هنا هذه الأولى Good evening Mike، وهنا فراغ My name is Mike، أو لا عفوا هذه الأولى. تمام؟ طيب أنا كيف أعرف الفراغ هذا؟ كمل العبارة، هنا إيش قال له؟ Good evening، إيش معنى Good evening؟ مساء الخير. إذا إيش يكون في الفراغ هذا؟ ها نفسها ولا تختلف؟ تكون نفسها، إذا Good evening، لأن جالس يحيون بعض متى؟ في المساء من بعد العصر مثلا، ها Good evening. إذا هذه نمبر 4. برضو زي ما قلت لك لا تستعجل في الإجابات، تأكد مثلا عندك فقرة زي كذا أنك تقرأ الجملتين كاملة، ولو كانت ثلاث تقرأها كاملة عشان تحدد الإجابة. لأن مثلا لو رجعنا لنمبر 2 هنا بنقدر نقول Good evening I am Badr، بنقول صح ما أقدر أقول لك خطأ، وبقدر أقول Good morning برضو ما أقدر أقول لك خطأ. تمام؟ لكن لما تقرأ الفقرات كاملة خاصة اللي واضحة زي كذا Good evening أو اللي زي هذه وداع، خلاص إحنا عارفين هذه الجملة جملة وداع، يعني ما فيها لا good morning ولا good evening ولا شيء. تمام؟ فلا تستعجل في الإجابة لحد ما تقرأ الفقرة كاملة. زي نمبر 4 شفني حتى أنا بغيت ألخبط فيها شوي، لكن لما قريت good evening عرفت إنها إيش برضه good evening.
تمام واضح ان شاء الله انها تكون واضحه. طيب نجي هنا عند 5 هنا فراغ وريك وعندك علامه استفهام اذا هنا سؤال. طيب ايش جاوب على السؤال؟ قال فاين ثانكس. طيب باقي عندنا عبارتين هاو ار يو وجود مورنينج، فين السؤال منها؟ هاو ار يو. اذا 5 ايش؟ هاو ار يو، هاو ار يو ريك، اي ام فاين ثانكس. طيب تبقى عندي الاخيره اللي هي جمله واحده ايش؟ اللي هي جود مورنينج. اذا جود مورنينج حميد هاي علي، تمام جود مورنينج حميد هاي علي. اذا هذا بالنسبه للسؤال الاخير في كتاب الطالب. تمام زي ما قلنا لا تستعجل في الاجابه، تاكد انك تقرا الفقره كامله وتحط العباره المناسبه مع الجمله المناسبه. تمام طيب ننتهي هنا، نروح الان للورك بوك كتاب التمارين، راح يكون عندنا بيج 188 صفحة 188 كاملة مع أيضا 189 راح يكون عندنا صفحتين. تمام بنحلها بشكل سريع. في نمبر 1 أو السؤال B يقول لك complete the sentence with the correct form of the verb B، ها كمل العبارات بإيش؟ بالفعل B. طيب هنا أعطاك مثال محلول مسز ريفيرا أو مستر، لا لا عفوا عفوا مسز، مسز ريفيرا إز ها أنيتا زيش ما، إذا السيدة ريفيرا هي أم إيش؟ أنيتا. طيب هنا إز محلول جاهز. طيب عمر ها اسم مفرد برضه إيش؟ إز. هو أعطاك المثال جاهز، يعني أي اسم مفرد يكون واحد فقط لا يكون اثنين، يكون واحد إذا معه إز. طيب يو ها يو آر ممتاز. ذيس ها ذيس إز ممتاز، ذيس إز جينيفر. مستر بوند ها إذا نتكلم عن شخص واحد إذا برضه إيش؟ إز. إذا قلت تيتشر معلم جيد. ها هنا الآن أسماء أند مونا، هنا اسمين ها أسماء أند مونا، إذا آر آر بيست فريندز. طيب وي إيش يجي مع وي؟ وي آر نفس الشيء، وي آر ستودنتس. طيب هي ها هي إز ممتاز. طيب هنا هاو فراغ يو، ها إيش يجي مع يو؟ هاو آر يو. تمام والأخيرة آي، ها قلنا آي ما يجي معها إلا ضمير واحد أو فعل واحد اللي هو I am fine thanks. تمام اذا هذا بالنسبة للسؤال الاول استعمال الفيربي. طيب نروح للسؤال الثاني، ها complete the sentence use the contractions. الان يبغاك تكتب بالاختصارات، ها اللي اخذناها قبل شوي في الشرح، يبغاك الفعل بي تكتبه وتختصره، يعني زي he is في الاولى صارت he's، ها this is my friend سعيد، he's a student. تمام طيب هنا يقول لك this is my first day، ركز على my يعني انا اللي جالس اتكلم، هذا اول يوم لي. اذا اقول ايش؟ اقول I am. طيب كيف اختصر I am؟ ها اقول am، am your new classmates، ها انا زميلكم الجديد. طيب هنا this is my friend، الان جالس اعرف بشخص. فراغ student، تجي اجابتين، ترى تجي اجابتين، تجي اما he is تمام ولو كانت طالبة بنقدر نقول برضو she's، يعني ترى عندي الفقرة هذه إجابتين this is my friend فراغ a student، أقدر أقول he's وأقدر أقول she's. تمام طيب this is Mr. Lee، ها أنا أتكلم عن شخص اسمه لي، إذا إيش؟ he's the principal، ها أتكلم عن شخص مذكر. طيب هنا my name is Paul، ها نفس الفكرة my name اسمي أنا، إذا أقول إيش؟ أقول am، ها am a student، I am أو اختصرها am a student. طيب this is Mr. White and Mr. Cole، ها إذا عندي الآن اثنين، عندي شخصين Mr. White و Mr. Cole، إذا أقول إيش؟ they are ولا he is؟ ها they are، هم they are. طيب كيف اختصر they are؟ تصير their teachers. طيب هنا نفس الفكرة our names are عادل and فهد، عادل and فهد. طيب بس قالوا في البداية our names أسماؤنا نحن، يعني هم الاثنين جالسين يتكلمون مع بعض، يعني نحن ايش ضمير نحن؟ you ولا we؟ ها we. طيب اذا اقول we are، طيب كيف اختصرها؟ ها تصير where، ها we are where best friends، ها نحن افضل اصدقاء. طيب you are my friend، طيب اختصر ال you are تصير ايش؟
يور ماي بيست فريند، ها انت افضل اصدقائي. سعيد اند اليكس، ها الان برضو عندي اثنين، ها سعيد اند اليكس ار فريندز. فراغ كلاس ميتس تو، وهم ايضا زملاء في الصف. اذا ايش يو ولا وي ولا ذي؟ ها بنقول هم. اذا ذي ار كلاس ميتس. طيب كيف اختصر ذي ار؟ ها تصير ذير كلاس ميتس تو. تمام واضح؟ اذا انا اكتب الضمير مع الفعل بي واختصره بهذه الطريقه. في السؤال هنا طلب منك الكونتراكشنز، ركز لو مرت عليك الكونتراكشنز يعني اكتب الفعل بي مع الضمير بشكل مختصر بكلمه واحده يعني. تمام؟ طيب باقي عندنا سؤال او باقي سؤالين تقريبا. طيب هنا بشكل سريع عشان ما نطول عليكم. Company the sentences use possessive adjectives. لان خذها قاعده من الان، ترى دروس الجرامر اول درس listen and discuss له صفحه في كتاب التمارين او صفحتين. الجرامر ايضا لها في كتاب التمارين. الليسننج والكونفرسيشن استماع المحادثه ما لها شيء في كتاب التمارين. الريدنج برضو القراءه ما لها شيء في كتاب التمارين. الرايتنج يكون لها صفحه في كتاب التمارين. يعني كتاب التمارين عشان اختصر عليك يكون على ثلاثة دروس فقط، لاول درس وللدرس الثاني وللدرس اللي قبل الاخير اللي هو الرايتنج. تمام؟ فعشان كذا حلينا احنا مع الليسن ودسكاس وبنحل مع الجرامر كتاب التمارين. واذا وصلنا لدرس الرايتنج اللي هو الكتابه بيكون برضه له كتاب تمارين، له صفحه في كتاب التمارين. تمام؟ عشان كذا الجرامر طويله شوي، تقريبا ثلاث الى اربع صفحات في كل وحده. طيب هنا قلنا complete with the possessive adjectives، كمل مع الصفات الملكيه. He's a student، اذا ضمير الملكيه من he's، ها his. طيب this is my sister، ها اتكلم عن بنت، اذا her name is Amira. This is the teacher، طيب teacher هو المشكله في اللغه الانجليزيه برضه، وركز معي في القاعده دي، ترى لما يتكلم لك بشكل عام لما يقول لك teacher student doctor تراها تستعمل للاثنين، للذكر والانثى، للمذكر والمؤنث. يعني هنا الان this is a teacher تمام، وسكت قفل الجملة خلاص، قال خلاص انتهت الجملة. لو قلت لي هي از ترى بقول لك صح، لو قلت لي شي از ترى بقول لك برضه صح، لأن ما حدد هنا. تمام؟ في اللغة الإنجليزية الأسماء المفردة، يعني ما هو الأسماء، الكلمات المفردة اللي تعبر عن شيء أو منصب ترى تنطق على المذكر والمؤنث بنفس الشيء. يعني هنا لو ترجمنا ذي الجملة بنقدر نقول بالعربي this is the teacher، هذا المعلم. وبقدر اقول برضو ترجمة ثانية هذه المعلمة، وترى كل الترجمتين صح. تمام؟ طيب يعني لو ارجع هنا بقول this is a teacher، طيب كيف اعرف هنا؟ هل احط his ولا her؟ لازم تكمل الجملة، يا سلام عليك، لازم تكمل الجملة. تمام؟ خليني اطلع المساحة لان الخط طلع فوق شوي. اذا لازم ايش؟ لازم اكمل الجملة. This is the teacher. Name is Mr. أحمد. يا سلام عليك. إذا أنا أحدد الآن إنه إيش؟ مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. إيش اسمه؟ Mr. أحمد. إذا ضمير الملكية اللي أحطه هنا إيش؟ His ولا her؟ His. عشان كذا أنا أقول لك ركز خاصة في اللغة الإنجليزية في بعض الجمل لازم تقرأ الفقرة كاملة قبل لا تجاوب. لأن بعضهم ممكن كان بيحط لي هنا her. Her name is Mr. أحمد. كيف her name وأحمد؟ ما تجي. His للمذكر وher للمؤنث. تمام؟ فركز في النقاط هذه برضه، ترى بعض النقاط ممكن تفرق معك في درجة درجتين. مع أن السؤال واضح. طيب هنا I am a student. I am إذا ضمير الملكية my name is Alan. دانييل، ها هنا اسم واضح is a student. But friends call him Dan، ولكن أصدقائي ندون هيش Dan. طيب دانييل مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. إذا his name أو his friends أصدقائه. Hi my name Yoko. طيب بس هنا ما لي علاقة في الماي نيم، هنا يسأل واتس فراغ نيم، ها أنا أسألك أنت، إذا واتس يور نيم ما اسمك؟ This is my mother، واضحة الأم، إذا مؤنث، إذا her name is Kate. Good morning class، I am your English teacher. طيب أنا الآن جالس أعرف بنفسي بأني أنا معلم اللغة الإنجليزية. إذا أقول إيش؟ My name، ها اسمي إيش؟ is Mrs. فاطمة. السيدة إيش؟ فاطمة. طيب هنا السؤال واتس فراغ نيم؟ My name يازمن، إذا أسألها عن اسمها What's your name؟ تمام؟ فركز في بعض النقاط زي كذا، ترى ممكن تفرق معك في درجة أو في شيء. تمام؟ ممكن تجيك في اختبار في شيء، عشان كذا أنا جالس يعني بعض النقاط أركز عليها. طيب باقي عندنا سؤال، أتوقع هذا السؤال الأخير. ها complete the sentence، طبعا الصورة ما هي واضحة بنعدلها بعدين. Use the form of the verb be
or my, your, his, her. يعني هنا الإجابة تحتمل كل اللي أخذناها، إما الفعل be يعني is و am و are، أو ضمائر الملكية أو صفات الملكية my و your و his و her، كلها ممكن تجي في فراغات هذه بس حسب الجملة. إذن hello my name، طيب my name مفرد، is Manuel، إذن هذا Manuel. But فراغ friends call me Manolo، ولكن أصدقائي إذن إيش my friends call me إيش Manolo، ينادون إيش Manolo. طيب I فراغ student، ها إيش مع I am، this is friend Andrew، ها إذن جالس يقول هذا صديقه أندرو، هذا الأندرو، إذن this is my friend، ها هذا صديقي. إذن اللي جالس يتكلم في النص هذا Manuel، اللي جالس يتكلم Manuel، تمام. طيب friends call him Andy، ها طيب هنا أصدقاء ينادونه أندي، بس من اللي جالس يتكلم Manuel، يعني جالس يقول إن أصدقاء أندرو ينادونه إيش أندي، إذن his friends أصدقائه هو، ها Manuel ما له علاقة، his friends call him Andy. He ها إيش يجي مع he، am ولا is ولا are، ها is، he is a student too، هو أيضا طالب. Timmy الآن هذا Timmy، فراغ my classmates، طيب Timmy اسم مفرد، is ولا am ولا are، ها is my classmates، هو أيضا صديقنا. فراغ friends call him tiny، ها إذا نفس فكرة هنا، his friends أصدقائه ينادونه إيش tiny. إيش معنى tiny؟ tiny means small، ها تايني معناها صغير. واتس فراغ نيم، ها واتس يور نيم، انا الان هو يسالك يقول لك واتس يور نيم، تمام. اذا هذه فكره النص، استعملنا الفيرب بي واستعملنا البوزيسيف ادجكتيفز صفات الملكيه، تمام. اتوقع هذه اخر فقره، اي نعم هذه اخر فقره. ركز زي ما قلت لك في موضوع الفيرب بي والبوزيسيف، الدرس ترى بسيط جدا، لو تراجع ممكن مره مرتين بيكون واضح معك. Have a nice day. See you next class. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.